انا بسأل سؤال ومحتاج حد يرد عليا، يعني اسوة بقى او مقارنة يعني كام حكام دولية بتشارك؟ يعني انا كابتن محمد عادل مش نقد على فكرة، احنا بنتكلم براحة وببساطة وبنضحك، يعني مفيش مشكلة بغض النظر عن الكرة جت جول ولا مش جول ولا هي حاجة ولا فيها اي حاجة. انا وجهة نظري الشخصية، انا مش حكم حد يطلع يقول لي الراجل بهاء مجدي ما عملش اصلا، يعني ما حاولش الارتقاء اصلا، ده بهاء مجدي ما ارتقاش اصلا، يعني رجليه ما طلعتش على الارض. عشان لو اي حد يطلع يقول لنا، احنا مش حكام، يعني احنا مش حكام خالص، بس يعني محتاجين خمسه. ده كابتن ياسر عبد الرؤوف هيقول عليها انها جول، كابتن ياسر عبد الرؤوف هيقول انها جول. واحد ما ارتقاش ما طلعش من على الارض. المطلوب ان انا ايه؟ والكره في مستوى كده، يعني في المستوى ده تمام، وانا ما ارتقتش مع الارض، واحد من وراء المفروض هيعمل ايه؟ يعني هيعمل ايه؟ سند ولا ما سندش؟ ولو الامر بالنسبه لنا برضو كوره نفس الكلام، انا بستشهد بس مش اكتر، نفس الكلام. جول نادي الزمالك هو صح على فكره مش غلط، في الرجاء هو نفس الجول، ممكن يبقى ده احسن كمان في هناك في المغرب لو تفتكر، بتاع اشرف بن شرقي، جول صحيح 100 مليار في الميه، نفس الكلام. السنه اللي فاتت في كره في نفس الملعب ده في اخر ثانيه برضو كانت ما بين تقريبا الحرس والزمالك، والونش طلع وهو اللي لعب الكوره، وقالوا طالما لعب الكوره يبقى ما فيهاش اي حاجه خالص، لان هي في مستوى واللاعب ما لعبش اصلا، ما طلعش اصلا من على الارض خالص. طب دي فيها ايه؟ يعني دي فيها ايه؟ انا كنت بكلم على كابتن محمد عادل اخر مباراه حكمها لنا، وهو حكم كويس جدا على فكره جدا، اخر مباراه كانت حكمها لنا كان يوم 11/3 يا راجل، 11 مارس السنه اللي فاتت، 11 مارس جالنا السنه، والله ما حكملناش تاني، وهو راجل كويس جدا على فكره. انا مش بنتقد حد خالص، بس عشان ما حدش هيوديني لجنه الانضباط، انا ما بقولش حاجه، انا بقول لك كم حكم دولي حكم لنا، وبسال حكم لنا في الفتره اللي فاتت، وبسال بالراحه هل دي فيها حاجه؟ يعني بعد ما استعين بالفار ولا حاجه، وواحد هيقول لك اصل هو ساند، تمام. انا استشهدت بحاجتين، وحكامنا كابتن احمد الشناوي، كابتننا الكبير، وكابتن جمال الغندور، وكابتن عصام عبد الفتاح، قالوا على الهدف بتاع الزمالك في الرجاء صحيح، وانا بقول ان هو صحيح برضو، لان ما فيش حاجه، واحد ما ارتقاش اصلا، ما طلعش ما طلع، سيبك ظهر الكره مش ظهر الكره، ما خلاص ما انا في مستوايا انا وانت بنلعب، اوكي انا سابقك، الكره عاليه ومتناولي ومتناولك، انت ما طلعتش اصلا من على الارض، انت ما طلعتش من على الارض، لازم طبيعي واحد هيعلى كده، فاللي هيعلى كده عشان يلعب بدماغه يعمل كده، ده وضع تشريحي بحت، زي بتقول في ضربة الجزاء واحد عمل ايده كده وواحد عمل ايده كده، ده وضع تشريحي بحت، يعني ايديك طالعه من جسمك. انا اشوف ان هي جول صحيح ما فيهاش حاجه خالص، وهتجيب الصوره اصل هو ساند كده، انا بدي لك المثالين، واللي هيطلع يقول الكلام ده النهارده يا ريت الناس تجيب له بس هو قال ايه في الهدف بتاع بن شرقي، لان هو صحيح انا بقول لك ان هو هدف صحيح طبعا، بس عشان ما يبقاش حد بيقول ان انا بقول لا ده هو هدف صحيح 100%، لكن اي حد هيقول لي على هدف النهارده اصل بص مش عارف ايه، هات الكره اللي هناك، واحد ما ارتقاش من على الارض وواحد طلع جاب جول. الحاجه الثانيه ما اعرفش هل في ضرب جزاء ولا، انا اشوفها انها ضرب جزاء من وانا على الدكه يعني، لكن في النهايه يعني مباراه، طبعا مباراه كانت في المتناول جدا، مباراه ممكن نكون احنا يعني قصرنا فيها جدا، لان هي كانت مباراه يعني في المتناول زي ما قلت، لكن هي دي الكوره، كل يوم بتدي لك عبر ودروس يعني. تعقيبا على كلامك يا كابتن سيد، يعني هي معادله غريبه شويه، بنشوف محكام الدوريين حاجه بتطالب بيهم موجودين في الدوري الممتاز به، يعني انا لوغاريتم غريب شويه. انا بتفرج على، مع احترامي الكامل والله، مع احترامي الكامل طبعا، بس انا بتفرج على الزرقاء والترسانه ليه كابتن جهاد جريش، كنت بتفرج على مباراه فيها البلديه تقريبا وحد ليه كابتن محمود عاشور، كنت بتفرج على مباراه ما بين حد تاني مش فاكر الامين حاجه كده، ولقيت كابتن محمود البنا، يعني فبتفرج على الدرجه الثانيه، بتفرج على حاجات في الدرجه الثانيه. انا بقول لك النادي الاهلي انا حكم لي خمس حكام بحترمهم جدا، بحترمهم عشان بس ما حدش يوديني في حته ثانيه، اصل يعني الناس بتوديك في حته ثانيه، لكن انا بسال كابتن وجيه مباشره وش في وش، بساله انا النادي الاهلي ال 42 دولي وبطل افريقيا 9 مرات ورايح كاس العالم للانديه بروح 6 مرات، وعرفش كم حكم دولي بيجي لي في 7 مرات، مش حضرتك اللي بتعين الحكام تمام، بغض النظر عن الكفاءه، لكن انا بتكلم على القيمه بتاعه النادي وهو بيلعب، تستاهل ان هو يروح لحكام دوليين ولا لا؟ طب لو حصلت مره في السبع اسابيع يجيب لي 2 بس، 2 من 7، 2 من اصل 7،
كان يعني سؤال بس هو من غير نقد يا كابتن وجيه ومن غير نقد، انا بسال حضرتك مباشر، مش بقول حد ولا بقول حاجه، انا بسال حضرتك مباشر مباشر، كم حكم دولي؟ اطلع قول لي لا يا سيد انت جالك السبع حكام دوليين تمام، اسوه مثلا بحد بينافسني مثلا او الناس بتنافسك مثلا، جالهم كذا وكذا 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 وكذا، كلهم دوليين، كل الماتشات كلها دل على الفار دوليين، اللي على الفار دوليين بغض النظر. انا مش بنتقد تمام ولا بهاجم، انا بسال الاسئله لرئيس لجنه الحكام المباشر تمام، يعني انا كم حكم جالي دولي في السبعه دول بس. سيد نتمنى لك التوفيق ان شاء الله.